نواصل بطبيعة الحال الحديث مع عدد من مندوبي السياحة في عدد من الجهات. كنا منذ قليل مع سي عيسى المرواني مندوب السياحة في جندوبة تبرقة عند راهم، وتوا نمشيو الجربة مع صديقنا هشام المحواشي. مرحبا بك سيد المندوب، مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحية ليك وتحية للفريق العامل معك، تحية للسادة المستمعين، وإن شاء الله عيد أضحى مبارك على الأمة الإسلامية جماعة. أمين يا رب العالمين، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. نمشي لإشارة الركن ثم ننطلق في الحوار. المشهد الآن، الملف. شنو أحوالنا بالضبط سي هشام في جربة؟ مؤشرات القطاع السياحي، فما إجماع وأنه عموما القطاع السياحي مؤشرات واعدة هذه السنة. الأمر هذا كان مع سي عيسى المرواني، أعطينا بالأرقام وين وصلنا اليوم. فعلا احنا توا الموسم السياحي انطلقنا، يعني نقول لك احنا في الوجهة السياحية جربة جرجيس، يعني بدينا نعرفوا المؤشرات هذه تقريبا من شهر نوفمبر 2023، يعني قبل بسنة تقريبا، لأنه هناك عقود التسويق التي تمضى عادة بين متعاهدي الرحلات وكذلك النزول، وبها نجم نعرفوا اللي هناك طلب متزايد على الوجهة السياحية جربة جرجيس. ثم هناك مؤشر ثاني اللي هو الأرلي بوكينج، هو الحجوزات المبكرة اللي تصير عادة في الثلاثي الأول من سنة 2024، كذلك لاحظنا من خلال الحجوزات المبكرة كذلك الطلب المتزايد. ثم مؤشر ثالث هو الربط الجوي بين مطار جربة جرجيس وكذلك مختلف الأسواق الكلاسيكية للوجهة السياحية جربة جرجيس. لاحظوا اليوم يعني عودة تقريب كل الأسواق الكلاسيكية، نحكي عن السوق البرتغالية، البولونية، التشيكية، الفرنسية، السويسرية، الإيطالية، يعني تقريب كل الأسواق المعتادة بعدد مرتفع ومتزايد لعدد الرحلات الغير منتظمة. اليوم نتحدث على يعني معدل 30 رحلة جوية يعني غير ما بين منتظم وغير منتظم، أدناها تقريب 28 رحلة وأقصاها 34 رحلة. وشوفوا كذلك من أسبوع إلى آخر هناك يعني ارتفاع في عدد الرحلات المنتظمة، يعني بيتقدم الموسم السياحي هناك طلب متزايد ومتعهد الرحلات يضع يعني رحلات إضافية. اليوم عدد السياح في النزول الوجهة السياحية جربة جرجيس وتقريب في حدود 28 ألف سائح، يعني هذاك بنسبة إيواء تناهز تقريب 80%. المؤشر هذا في تزايد يعني باش يبلغ الثروة نتاعو مع بداية شهر جويليا إن شاء الله. كما قلت لك يعني السياح يعني في المرتبة الأولى هناك السائح الفرنساوي، وهناك في المرتبة الثانية السائح التونسي، في المرتبة الثالثة فما السائح الليبي، ثم السائح الألماني. وهنا يعني نحبوا ننسيتيو يعني نسطوا شوية على السائح الألماني، لأنه يعني هناك عودة للسائح الألماني بعد الفترة الأخرانية. إذا كل المؤشرات إن شاء الله تنبأ أنه الموسم السياحي انطلق كما يجب. بالأرقام الحجوزات، بالأرقام الحجوزات إن شاء الله نستناو في شهر يعني جوان وجويليا وأوتو سبتمبر، يعني 650 ألف في الأربع شهور هذوما، 650 ألف سائح كحد أدنى، وتقريب 700 ألف سائح كحد أقصى. 650 ألف سائح هو تقريبا ما تم تسجيله في الأربع شهور هذوما في نفس الفترة من السنة الفارطة، و 700 ألف سائح بالطبع هو التوقع أنه نجاوزه إن شاء الله ما تم تسجيله في السنة الفارطة بحدود ما بين 5 و10%. بالنسبة للسياحة الداخلية، بالنسبة للسياحة الداخلية السنة الفارطة السياحة التونسي كان في المرتبة الثانية بعد يعني بتسجيل 200 وأكثر من 270 ألف سائح يجي مباشرة بعد السائح الفرنسي. ثم كما قلت لك إن شاء الله اثنين نتوقع أنه نفس الرقم هذا، والتونسي احنا متأكدين، وهذا حتى يعني يدخل في استراتيجية وزارة السياحة والدول الوطني التونسي للسياحة المتعلق خاصة بالارتقاء بالإحصائيات السياحة الداخلية والسائح التونسي. فقط يعني هناك بعض الشروط أو نقول لك النقاط اللي هي متعلقة أولا بالحجز المبكر، يعني لو كان التونسي يقوم بالحجز نتاعه بصفة مبكرة يعني خاصة يعني مع نهاية شهر مارس يكون أفضل، يعني باش يلقى أولا ويزيد باش يلقى الأسعار التفاضلية، لأنه ثم يتعدى عن طريق وكالة أسفار، لأنه نعرف وكالة الأسفار لما تتسوق الشقق أو الغرف عند النزول تتسوق بالجملة، وهذا يمكن بطبيعة الحال من أنه يكون الأسعار يعني يكون أسعار تفاضلية. يعني هذه زوج نقاط بطبيعة الحال مع الترويج، وأنا يعني كذلك بالنسبة لوكالة الأسفار التونسية يعني مزيد من الترويج للمنتوج بتاعهم،
يمكن للسائح التونسي أن يرتقي إلى المرتبة الأولى، وهذا يعني قناعة شخصية مني أنا وكذلك من وزارة الإشراف. صديقنا نجم الدين العكاري محلل الحصة حاب يتفاعل معك. أهلا سي هشام، حبيت نعرف بخصوص السوق الداخلية ومحبد منطقة جربة جرزيس عند التوانسة الكل، حبيت نعرف الزوز ولا ثلاثة وكالات الأصفار التونسية اللي تتهتم بالسياحة التونسية، هل تعمل حتى هي اللوتمون كما التيول الأجنبي وإلا لا؟ وثانيا تخافوش من سير بوكينج في الفترة الجاية متاع جويليا أوت، خاصة أنه السياح التونسي في مجنو مازال يجي على غفله وفي اخر وقت. شوف هما وكاله الاسفار خلينا نقول فما هناك كبرى وكاله الاسفار اللي تخصصت نوعا ما السياحه الداخليه، قاعده تخدم على على المنظومه هذه، ولكن كما قلت لك يعني ينقص الماركتينج التسويق الغرف هذه وتسويق المنتوج السياحي هذا اكثر في خلينا نقول في وسائل الاعلام بصفه عامه ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى يعرف التونسي هو في حد ذاته اللي هناك يعني غرف موجوده في جويليا وفي بوت وهاو الاسعار نتاعها، وحتى يمكن للتونسي انه يقارن، لانه يعني لازمش التونسي نفرض عليه سعر وحيد او نمط وحيد او كي تكون فما يعني اكثر من وكاله اسفار تشتغل على شيء هذا، يمكن للتونسي انه يقارن بين العرض هذا والعرض هذا والعرض هذا، يعني في نهايه الامر هو السوق فيه العرض والطلب ولا بد ان يستجيب لشروط السوق بصفه عامه حتى نتمكن من هناك منافسه بين وكاله الاسفار بين النزل على السوق الداخليه اللي هي سوق واعده وسوق يعني حقيقه خلينا نقول لك احنا تو في الوجهه السياحيه جربه جرجيس ليس جديد انه السائح التونسي في المرتبه الثانيه، يعني منذ تقريبا 10 سنوات السائح التونسي هو دائما في المرتبه الثانيه، فقط النقطتين اللي قلت لك عليهم هذوما بالحجز المبكر وكذلك وكاله الاسعار، حتى اذا ما التونسي زاد كذلك من تمطيط من مده الاقامه نتاعو، لان احنا نعرف التونسي اليوم معدل مده الاقامه نتاعو يعني تقريبا ثلاثه ليالي، وفي مناطق اخرى اقل، لانه يعني جربه جرجيس منطقه بعيده شويه مش ممكن تجي من اجل زوج ليالي برك، من اجل تمطيط مده الاقامه نتاعو، يعني التنظيم هذا خليني نقول لك يعني ضروري جدا. يعطيك الصحة، مشكور جدا مندوب سياحة جربة جرجيس سي هشام المحواشي على كل ما أفتنا به. بعد شوية ماشيين للحمامات. المشهد الآن.